السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم محل الثقة. كالعادة خوتنا رانا متواجدين وين؟ بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية باز. رانا فاتحين 24 ساعة ورانا نستقبلوا كامل مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. خوتنا اليوم كامل عمال الثقة راهم فرحانين بعودة غرفة نوم الفانوس. خوتنا غرفة نوم الفانوس عودت ولات المحل الثقة. الخدمة تاعها بزاف شابة خوتنا. هذه ماشي الفانوس سامبل، هذه الفانوس باللولي تاعها تاع الشورى. قبل ما نتكلموا على الغرفة ومحتويات الغرفة نضربوا طلع عند خونا حمزة في المصنع ثلاثة ثقة، نتكلموا ونشوفوا كيفاش تخدم غرفة نوم الثقة ونعود نولوا على بركة الله. مرحبا بكم مرة ثانية خوتنا. هنا رانا مباشرة من مصنع الثقة، هنا تصنع غرفة نوم الفانوس خوتنا اللي مصنوعة بطريقة جميلة وجميلة جدا. غرفة نوم الفانوس اللي كنتوا طلبتوها منا بكثرة، وهذه المرة خوتنا كما راكم تشوفوا رانا وجدناها لكم. يعني راهي دخلت المحل ولا الشروم تاع اثاث الثقة خدم الله يبارك، وكما راكم تشوفوا الاخ حمزة راهو على قدم وساق وكامل العمال راهم على قدم وساق باش يوجدوا لنا هذه الغرفة العصرية. وهنا خوتنا تسبغ غرفة نوم الفانوس، غرفة كما قلت لكم جميلة وجميلة جدا تطابق المواصفات العالية، يعني مخدومة بطريقة عصرية وطريقة جميلة. وخوتنا كما قلنا لكم راهم على قدم وساق، يعني كل عمال الثقة راهم على قدم وساق باش يوجدوا لنا هذه الغرفة العصرية. وهو ليكم خونا عبد الرزاق عمروش اللي راهو مستمتع بطريقة صنع غرفة نوم الفانوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، واش راكم؟ لاباس؟ راكم في المصنع تاع الثقة وراكم مع خونا حمزة. خونا حمزة هو المصنع تاع غرفة نوم الفانوس. خونا حمزة واش راك؟ واش راك اخي؟ السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس بخير؟ لا غير لاباس الحمد لله. تسول عليك خويا حمزة راك مليح؟ خوتنا كما قلت لكم خونا حمزة هو المصنع تاع غرفة نوم الفانوس. خويا حمزة حبينا نطرح عليك بعض الأسئلة، يعني ما من المتابعين راهم حابين يعرفوا غرفة نوم الفانوس واش من البواط يخدموها، يعني واش خدموها بالبويروج بالميشوا حاجة مليحة بويروج هادي، يعني الخشب الأحمر في بريميشوا حاجة الله يبارك. ولا فينيسيون خويا العزيز تاع صبيغة تاع صبوا بوليريطان حاجة شابة باش الشمرة ما تصفرش ومكاليتي حاجة مليحة. تما لا فينيسيون تاعها يعني الغرفة باش تصبغ بلا بالبوليريطان، يعني برومي شوا خدمة ما شاء الله، يعني لا كولور البيضة تاعكم ما تخافوش عليها تصفر حاجة بالكارونتي. وقول لي خويا حمزة اسكو الغرفة تاعكم غرفة الفانوس عندكم طلبية في السوق؟ يعني عندكم طلبية تاعها ما شاء الله، الشمرة هذه ما تقعد لنا شيء. تما الكمية اللي تخدموها تنفع؟ الحمد لله هذا بفضل الله عز وجل. كذلك هنا حمزة عنده إيكيب الله يبارك كامل معنا ما شاء الله واقفين معنا خدمة ما شاء الله خوتنا. هذا هو أخونا حمزة المصنع تاع غرفة نوم الفانوس. كما شفتوا مع الأول درنا لكم غرفة نوم الثقة، هذه المرة غيرنا لكم وجبنا لكم غرفة نوم الفانوس وحضرنا لكم المصنع، حضرنا لكم المصنع تاعها. خونا حمزة بارك الله فيك بارك إن شاء الله كنا ضياف خفيف عليكم، إن شاء الله كنا ضياف خفيف على المتابعين اللي يتابعوا فينا. خوتنا بارك الله فيكم ونتلاقاو في محل الثقة. سلام خوتنا. بعد ما كنا عند خونا حمزة، يعني بعد ما كنا في المصنع اللي تصنع فيه غرفة نوم الفانوس، الآن نتكلموا على الغرفة تاع الفانوس في الشروم تاع محل الثقة. على بركة الله نبدأ بالغرفة، يعني نبدأ بلا غاردروب على بركة الله. خوتنا لا غاردروب كما قالنا خونا حمزة في المصنع، قالنا باللي مصنوعة كامل اون بواروج خوتنا كما راكم تشوفوا، يعني الغرفة مصنوعة كامل اون بواروج يعني الخشب الأحمر. خدمة تاعها بزاف شابة خوتنا، فيها 3 بورت كوليسون، 3 أبواب منزلقة خوتنا. أكدوا لي على الراية تاعها، خدمة ما شاء الله خوتنا، الراية تاعها تقليسي ما شاء الله، يعني بيان قليسي خوتنا كما راكم تشوفوا تركيا بريميشو. مام لو بوا تاعها يعني لو بوا روج راهو في لو بريميشو خوتنا. شوفوا المونطو هنا، شوفوا العرض تاع المونطو هنا خوتنا، خدمة ما شاء الله خوتنا، خدمة ما شاء الله. وكما قالنا خونا حمزة الغرفة راهي مسبوغة بالبوليريطان، يعني بيان فيني، يعني لا فينيسيون موجودة بإذن الله خوتنا، لا فينيسيون الله يبارك. خدمة ما شاء الله من الفوق اخويا عبدو عندهم 3 سبوت كيما راهم يشوفوا من الفوق ومن التحت كامل، عندهم دو تيروار برايا تيليسكوبيك، دو تيروار بلا برايا عفوا تيليسكوبيك، حاجه ما شاء الله، الحاجه اللي تميز خوتنا، الحاجه
اللي تميز الغرفة، الحاجة اللي تميز غرفة هو الباب الوسطانية وهذا الموتيف تاع شجرة كما راكم تشوفوا، يعني تاع ورقة ولا تاع شجرة، خدمة ما شاء الله خدمة نظيفة. مام خوتنا اكتشوفوا لاكولور بلونش هذه ما تخافوش عليها تصفار، حاجة بالقارونتي خوتنا، حاجة بالقارونتي. كذلك في هذا الموتيف هنا عندكم المرآة هنا خوتنا راهي بلانسيزيون، راهي مخدومة ولا منقوشة بلانسيزيون، يعني كي نقول لكم بلانسيزيون من الداخل في المرآة، يعني المرآة صحيحة بزاف خدمة ما شاء الله. بعد ما شفنا خوتنا الشكل الخارجي، الآن ندخلوا للهيكل الداخلي خوتنا. كالعادة في غرف نوم ثلاثة ثقة راهم في لافينيسيون راهي من الداخل ومن برا، يعني واش تشوف من برا تشوف من الداخل، لافينيسيون راهي باك الغرفة راهي مسبوغة من الداخل ومن برا. عندكم طروا ولا كاتيطاج، كاتيطاجير خوتنا كيما راكم تشوفوا، كاتيطاجير على الجهة اليسرى تاع المشاهدين وكاتيطاجير على الجهة اليمنى تاع المشاهدين، واحد اثنين ثلاثة أربعة زايد لوبا خوتنا، يعني خمسة دفات كيما راكم تشوفوا، توجور لافينيسيون من الداخل ومن برا كيما راكم تشوفوا. مام لي سيطاجير خوتنا واسعين يردوا خير وبركة خوتنا، ولافينيسيون كيما راكم تشوفوا بيان فيني خدمة ما شاء الله خوتنا، خدمة الله يبارك. مام لي طاجير راهي عريضة واسعة يعني ترفد لك خير وبركة، خدمة ما شاء الله خوتنا، خدمة الله يبارك. نروحوا لي كوتي خوتنا، ولا عفوا نروحوا لي سيباراسيون كيما راكم تشوفوا خوتنا، لي سيباراسيون ثلاثة ثقة يعني تاع غرفة نوم الفانوس هنا، يعني في المقدمة وفي لاريير خوتنا كيما راكم تشوفوا راهي كامل اون بوا روج، كامل اون بوا روج. ندوزوا للجهة الوسطى، يعني ندوزوا للباب الوسطى خوتنا، عندكم ايطاجير اسباس بوغ لا ترانك خوتنا، العرض تاعها 60، العرض تاعها 60 يعني ستوندار، اللي راح تبدل لكم لي كوستيم تاعكم ولي روب تاع المرأة، خدمة ما شاء الله خوتنا. كذلك هنا عندكم الليد، حاجة ما شاء الله خوتنا، حاجة الله يبارك. هذا فيما يخص لاغاردرو. الآن ننتقلوا جزء مهم في الغرفة وهو لولي، لولي تاع لاشوم خوتنا طوب الله يبارك خوتنا، مخدوم ستيل تورك يعني تاع الشورى، بزاف نساء جزائريات جاو زارونا في المحل ويعني وعجبهم هذا لو ستيل تاع لولي، يعني خدمة تاعو بزاف شابة خوتنا كيما راكم تشوفوا، راهو كامل اون بوا روج، راهو كامل اون بوا روج خوتنا. هذا الديزاين يعني هذا الديزاين خوتنا يتبع الديزاين تاع لي بورت تاع لاغاردروب، خدمة ما شاء الله خدمة واحدة خوتنا. عندكم هذا التاج اللي راهو بلون بالدوري هنا خوتنا، عندكم هذا الشورى اللي خرجت بزاف شابة، مام لو بتي دوسي راهو كامل اون بوا خوتنا كيما راكم تشوفوا، يعني يجي متطابق مع لي بورت خوتنا. لو كرون دوسي، لو كرون دوسي يعني الحاجة اللي عجبتني في لولي هو الديزاين تاعو، كذلك التقسيم تاع الكابيتوناج خوتنا، يعني التقسيم تاع الكابيتوناج راهو ما شاء الله راهو كامل كابيتوني بالانتيطاش، اي طاشه غير بلانجات تنحى. لي ميزير خوتنا تاع لولي راهم ستوندار، كي نقول لكم ستوندار معناتها 1.90 على 1.60 متر، 190 على 160. الان ننتقلوا لطاب دينومي، نروحوا لطاب دينومي خويا عبدو على بركه الله، نوري لكم لطاب دينومي تاع غرفه نوم الفانوس. الحاجه اللي تجذب الانتباه في لطاب دينومي خوتنا هو الاولاد اللي راهو هنا في المرآة كيما راكم تشوفوا، الاولاد اللي راهو في المرآة خدمه ما شاء الله، نفس اللون تاع لي سبوت اللي راهم في لاكاردروب خدمه ما شاء الله خوتنا. عندكم هذا التاج الله يبارك، عندكم هذا لو ديزاين ولا هذا الموتيف تاع البقراج هنا يا خوتنا، عندكم القاعده راهي بالفومار، وعندكم انتيروار برايه تيليسكوبيك خويا عبدو، السمك تاعو واسع وعريض بزاف خوتنا، راهو مسبوغون بلون خدمه ما شاء الله. الان ننتقلوا كذلك جزء مهم، يعني جزء لا يتجزا من الغرفه خوتنا، واللي هي لاكوافيس تاع الغرفه. لاكوافيس تاع الغرفه مخدومه بطريقه عصريه، طريقه مغايره على لي زوطر كوافيس اللي كنا نشوفوهم بكري خوتنا. جات يعني نبداو بالمرآه، شوفوا التقسيم تاع المرآه اللي راهي سيباري، يعني راهي سيباري خدمه ما شاء الله، هنا راهي بلانسيزيون خوتنا، هنا راهي بلانسيزيون، وكان تلاحظوا هنا خوتنا راهي متطابقه تماما خويا عبدو مع هذا المرآه اللي راهي هنا في لابور تاع لاكاردروب، يعني متطابقه تماما خدمة واحدة خوتنا. مام راهي باللاد هنايا في المرآة حاجة ما شاء الله، التاج من الفوق يتبع ولا الموتيف اللي من الفوق يتبع الموتيف اللي راهو في لاطاب دينوي خوتنا. عندكم هنا قاعدة زجاجية، عندكم هنا تيروار سكري، هو راهو باين لكن احنا نسموه تيروار سكري خوتنا، يعني بالك المرأة هنا تخبي ذهب تاعها ولا شيء من ذلك القبيل. كذلك عندكم قاعدة الفومار بهنا، حاجة راهي بالك الطب اللي يعني تتناسق مع القاعدة تاع
لطب دنوي، كذلك عندكم وفرنا لكم طروه تيروار هنا يا خاوتنا، طروه تيروار برايه تيسكوبيك دي بوطون خاوتنا في البونس خدمه ما شاء الله خاوتنا بهذا الموتيف اللي خرج الله يبارك خاوتنا خرج متناسق مع الموتيف اللي راهو في لطب دنوي. خاوتنا هذه هي غرفة نوم الفانوس، هذه هي غرفة نوم الفانوس بعد ما غابت علينا عودة ولات هذه المرة خوتنا راهي متوفرة بمحل آثر ثقة. الآن ننتقلوا للسعر خوتنا، فيما يخص السعر، السعر تاع الغرفة راهي تدير 19 مليون و 800 زائد النقل والتركيب مجانا عبر كامل التراب الوطني، النقل والتركيب مجانا عبر كامل التراب الوطني. اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر يتصل بينا وين خوتنا في الارقام اللي راهم ظاهرين في الاطار الاحمر. وقبل ما نختم خوتنا حبيت خونا عبدو يعطينا كلمه في الغرفه هو يختم لنا. خويا عبدو واش رايك في الغرفه؟ خوتنا غرفه كما الغرفه يعني تحدث على نفسها، يعني ما كاش واحد جا شافهم ما قالش تبارك الله كما راكم تشوفوا. لا فينيسيون اثاثيقه ما نحكيوش عليها خوتنا، ولو ديزاين بزاف شباب نتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم كيما شفتوا كيفاش صنعناها وكيفاش راهي معروضه في الشروم، يعني حاجه ما شاء الله، يعني كاين ايادي راهي تسهر باش تخرج لكم هذه التحفه الفنيه. ومن هذا المنبر نقول لكم باللي انا جد فخور بالايادي الجزائريه اللي تخرج لنا في هذا التحف خوتنا. انا واش بقى لي نقول لكم سلام بارك الله فيكم عبدو خوتنا، تهلاو في روحكم، سلام.